كربلاء يتعرض لخسارة قاسية أمام زاخوليو. يعني يجب أن يعني ما نبالغ في طموحات الفريق خاصة طبعا. جمهور الفريق في ظل الظرف اللي يعيشه. يعني جانب مهم جدا أنه تراعي ظرف الفريق. بالنسبة للنتائج نتيجة خسارة قاسية، يعني زاخو فريق محترم، لكن زاخو أيضا ما ظهر بمستوى لائق في أول مبارتين. يعني من وجهة نظري شاهدته، يعني يمكن مباراة ثانية أولى ما شاهدته. فبالمجمل كربلاء ممكن أن يتعرض لهذه الخسارات من خلال مشواره، لأن الظرف اللي ده يعيش به من ناحية اللاعبين وعودتهم في عدم يعني مقدرتهم على تسجيل لاعبين، فهذا الجانب اللي ممكن أن تعطي العذر لفريق كربلاء. لكن هي الخسارة تبقى قاسية، يجب أن يدرك الكابتن حسن أحمد أنه فريق الكربلاء خلص فريق يعني ما مقدورك عن الجاري كل الفرق. يجب أن تحترم بعض الفرق، يجب أن تكون واقعي بتعاملك مع المباريات، وهذا راح يعطيك الأفضلية في استمرارك في عدم هبوطك. مثل ما حضر للميناء الموسم الماضي كابتن حسن أحمد كان واقعي في جودة لاعبين شباب، بدأ يعمل على جوانب معينة في التحولات على أن لا يرتفع الطموح. بالضبط، أنا هذا اللي أتكلم عنه. تعادل ويا النجف تقول لك تعال. بالضبط، هذا اللي أتكلم عنه للجمهور لكادر تدريبي وحتى لإدارة، فيجب أن يتعاملون مع الأمور بواقعية. لكن هي الخسارة تبقى قاسية، يعني خسارة بالخمسة يعني نوعا ما قاسية في ظل ظرف الفريق، شوفها طبيعية. زين. في كرة القدم ممكن أن يحضر أي شيء بدقيقة واحدة. القاسم يهزم.